ارحب بكم مجددا زميلي محمد فاروق سعد وتغطيتنا الخاصه والخاصه جدا للمؤتمر الصحفي لاعلان تفاصيل مهرجان اعتزال الكابتن والكابتن حسام غالي. بينضم الينا الان الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ خالد برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك. اهلا وسهلا. النهارده كلمه توجهها للكابتن حسام غالي، النهارده كابتن كبير قائد عظيم ادى النادي الاهلي كتير عطاء بلا حدود، ايه الرساله اللي توجهها للكابتن حسام غالي النهارده؟ حسام غالي على قد ما احنا بنقول احنا سعداء بان احنا بنحضر مهرجان وتكريم اعتزال حسام غالي، على قد ما احنا زعلانين انه هيسيب الملاعب. حسام كان لسه عنده كتير وعنده عطاء كتير داخل الملعب. حسام غالي ادى كتير للنادي الاهلي، ساهم في انجازات كبيره جدا للنادي الاهلي. بطولات النادي الاهلي دي ما تحققتش من الفراغ من حسام غالي وبقيه المنظومه، بس حسام كان وصل الى قائد الفريق. قائد الفريق ده ما بيصلش ليه الا من هو اعطى ومن هو على قدر من القياده والنجوميه والشخصيه وكل حاجه تؤهله انه يبقى قائد الفريق. حسام غالي نشا جوه النادي الاهلي، تاريخ طويل مع النادي الاهلي، حتى لما اعتزل لما احترف خارج مصر كان حسام غالي متواجد. اجازاته في مصر كان بيجي يتمرن في النادي على تواصل مع النادي. لما طلب منه انه يعود للنادي الاهلي ويضحي بعقد احتراف في خارج مصر رجع. وطبعا حسام قيمه كبيره، وانا شايف ان شاء الله ان هو هيدي كتير بعد اعتزاله خارج المستطيل الاخضر. قد يكون هو طالب جزء من الراحة، إنما أنا عارف إن هو مش هيطول. هو حسام غيور على إنه لازم يبقى في هذا المجال يعني إن شاء الله. النادي الأهلي دايما عودنا على الاهتمام بأبنائه وتكبير أبنائه. أعتقد مباراة النادي الأهلي في مهرجان اعتزال الكابيتانو أمام أياكس أمستردام الهولندي كان أحد أبطال أوروبا، فريق عظيم، فريق كبير جدا، أعتقد إنه يليق باسم النادي الأهلي وباسم كابتن حسام غالي. طبعا حسام غالي لما يعتزل لازم يكون ليه مهرجان يليق بقيمة حسام غالي، وبقول زي ما بقول ان احنا نفسنا بقى تعود هذه المهرجانات، تعود هذه المباريات اللي هي بتمتع جمهور مش نادي الاهلي بس جمهور مصر، بترجع ذكرياتنا مع اعتزال النجوم الكبار ورموز الكره المصريه زي الكابتن الخطيب، بتخلينا نقول ده ذكرى بتفضل مدى الحياه لهذا الرمز او هذا اللاعب الفاز. فان شاء الله كده يبقى تبقى بدايه لعوده المهرجانات دي ان شاء الله. اخيرا 111 سنه اهلي، 111 بطولات، 111 سنه انجازات، تاريخ كبير كتبه اعضاء مجلس اداره، لاعبين، مدربين على جميع الالعاب في النادي الاهلي. ايه الرساله اللي حضرتك توجهها النهارده استاذ خالد الدرندلي لجماهير النادي الاهلي بمناسبه الاحتفال ب 111 سنه اهلي؟ احنا بنقول كل سنه وكل جماهير الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي في مصر بس في على كل مستوى العالم بخير، وفي كل سنه من سنه لسنه انجاز. السنة اللي فاتت كان 39 دوري، السنة دي 40 دوري، وإن شاء الله يكون فيها كاس وكاس أفريقيا، بتزيد من أرقام قياسية، بتزيد من إنجازات، بتزيد من دولاب بطولات مش موجود في أي حتة في العالم. نأمل إن يعود لينا لقب الأكثر تتويجا لأنه كان في إيدينا، وإن شاء الله بإذن الله إحنا بنوعد كل من هو محب ومنتمي للنادي الاهلي الى مزيد من البطولات. احنا لسه امبارح حققنا بطوله كره اليد افريقيه رجال، حققنا رجال وسيدات كره طايره افريقيه، عندنا مشوار بنبتديه في البطوله الافريقيه كره القدم. ان شاء الله كده نامل ان البطولات دي تزيد ونمتع بيها محبي النادي الاهلي ان شاء الله. استاذ خالد الدرندلي بشكرك شكرا جزيلا، قادرين ان شاء الله نرجع الاكثر تدوين لقب الاكثر تدويجا مع مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء بقياده الكابتن محمود الخطيب. ان شاء الله باذن الله وكل مجموعه النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا.